العدوان الأخير على قطاع غزة ترك خسائر مادية كبيرة، ومن أبرز تلك الخسائر مزارع الأسماك بسبب قطع التيار الكهربائي ومنع دخول الأعلاف الخاصة بالأسماك. خلال العدوان الإسرائيلي الأخير 11 يوم خلص عنا العلف، صرنا بدل ما نطعم الحوض الواحد حوالي 40 كيلو في اليوم صرنا نطعميه 5 كيلو بس، بدنا إياه يضلوا عايش. تخيل يعني بيفقد وزن كبير، 11 يوم فقدنا وزن يعني بالأطنان في هذه المزارع. ليش؟ لأنه العلف خلص وجبناه بعد حوالي الحرب ما خلصت حوالي بخمس ست أيام، مش بسهولة كمان. تجار الأسماك وصفوا تلك الخسائر بالفادحة وطالبين بمد يد العون لهم وإعادة الأمور كما كانت قبل العدوان الأخير على أقل تقدير. احنا بنناشد من خلالكم أنه يفتحوا التصدير على أساس نصرف السمك عنا المتكدس والكتير قاعد بكبر وفيش له تصريف، هذا بهدد بوقف المشروع كامل. يعني لما يصير السمكة 700 جرام الحبة مين دي يشتريها؟ هو يلا 400 جرام وتمشي في غزة. عدوان الاحتلال على غزة التي ضرب الشجر والحجر والبشر كان وحشيا على المدنيين وأرزاقهم وبيوتهم في القطاع.